اليوم بنسوي تحدي اللعبة. فكرة التحدي راح نلصقهم كامل وراح نسألهم أسئلة على عمهم، واللي جاوب أسرع راح نشيل عنا اللصقة، والخسران راح يتعاقب. يلا نبدأ. يلا الحين نبدأ فقرة الأسئلة. يلا أول سؤال نسألهم، إيش هذا الشكل؟ إيش هذا الشكل؟ فول. خلاص شوفي فاز. نشيل اللصقة عن غيول. السؤال الثاني، إيش اسم هذا الشكل؟ دائرة. دائرة صح. دانا فازت، لصقة عن دانا. السؤال اللي بعده الثالث، ايش اسم هذا الحيوان؟ ايش اسمه؟ شاطرة دانا. يلا نشيل منها اللصقة الثانية. السؤال الرابع، ايش اسم هذا الحيوان؟ شاطرة دانا. الحين بنشيل عنها اللصقة. السؤال الخامس، ايش اسم هذا اللون؟ لا اللون اللون، ايش اسم هذا اللون؟ جاوب صح شاطر. يلا نشيل عن غيث اللصقة. السؤال السادس، ايش اسم هذا الشكل؟ هاو. شاطرة دانا. يلا نشيل اللصقة. السؤال السابع، ايش اسم هذا الحيوان؟ جمل. شاطر غيوث. يلا نشيل عنا اللاصق. السؤال الثامن، ايش اسم هذه الفاكهة؟ شربي. دانا جاوبت اسرع. شيل اللصقة عن دانا. أنا باقي لها لصقة واحدة وغير ثلاث. يلا غيور جاوب أسرع. يلا عشان تكون أوكي. يلا جاوب بسرعة غيور. يلا السؤال التاسع، إيش اسم هذا الحيوان؟ ألفن. شاطر غير جاوب أسرع. شاطر لك عن غيور اللصقة. يلا الحين السؤال العاشر، ايش اسم هذا الشكل؟ سيارة. شاطرة دانا فازت. شاطرة. يلا نفك اللاصق. لا خير عنها. هي دانا فازت وغير خسر. غيث ليه زعلان؟ ليه تصيح غيوث؟ غيوث لا تصيح عادي، هذه لعبة. غيوث لا تصيح. نسوي عقاب غير؟ شو حبيبي عادي. هذه انت مرة دانا تفوز مرة توفي يفوز. ايوه صح، مرة دانا مرة غير. ليش غيوث تصيح؟ ليش؟ ما راح نعاقبه. لا خلاص ما راح يعجبه. لا خلاص ما نعاقبه. ما نعاقبك؟ خلاص الحمد لله. يلا الحين غيوث هدا
راح نخليه يختار من هذه العقابات الثلاث، نشوف ايش راح يطلع له. يلا غيوث اختار. غيوث يلا اختار، اختار عقاب بس واحد. ايوه اشوف اشوف ايش العقاب. اشوف اشوف نشخبط على وجهك. يلا الحين بنشخبط على وجهك، هذه الالوان راح نشخبط على وجه غيوث. طبعا حبيت تشارك غيوث. يلا دانا شخبط على وجهك.